يعني احنا لو جينا شفنا الهدف اللي سجله في مباراه ليبيا في المباراه اللي كانت هنا في مصر، تحليل الجول يا كابتن مدحت، الكره من البدايه خالص كانت عند اكرم توفيق على الطرف اليمين، محمد صلاح دخل له جوه عشان يوسع له الجزء اليمين ده، فاكرم لما راح لقاها مقفوله من بره فخد القرار بتاعه انه يقطم ويخش على جوه، وابتدى عمرو السوليه يظهره في التوقيت ده بالتحديد على خط ال 18 بالظبط. كان موجود عمر مرموش وموجود مصطفى محمد وموجود محمد صلاح، الاثنين على خط الثلاثه على خط ال 18 بالظبط، والثلاثه ممسوكين. لما بدا اكرم يخش جوه ولعب الكره للسوليه والسوليه استلم وعمل الدوران، مرموش ساب الراجل المدافع بتاعه ونزل لتحت ثلاث خطوات بالتحديد. السوليه لعب له الكوره واستلم بقى في اتجاه المرمى. لما استلم بقى في اتجاه المرمى في ثلاث مدافعين ضغطوا عليه. فهو بالابداع اللي عنده وبالابتكار اللي عنده بدا يتحرك لبره شويه عشان يوسع زاويه التسديد بتاعته، وسدد يا كابتن كمان المسافه اللي سدد منها والزاويه اللي سدد منها، وفي حارس زي نشنوش. نشنوش من اقوى الحراس اللي موجوده في الوطن العربي مش في ليبيا بس، ده حارس كبير. هو فريق حارس مرمى فريق الاهلي طرابلس، وحارس هايل. الكره عشان تروح من الحته دي في الحته دي بالشكل ده وتدخل في نشنوش وبالقوه دي بالظبط، ده الراجل ده عمل فيها شغل عالي جدا جدا. في البدايه في التحرك لفوق وبعدين التحرك لتحت وبعدين الاستلام وبعدين المراوغه وبعدين القرار التسديد، فانا شايف ان هو عمل شغل كبير جدا. الراجل شاف منه ان هو بالظبط عمرو السوليه، هو شفت حضرتك هو نزل لتحت وبدا يفوت على اليمين وسدد في الزاويه البعيده. الجول كان صعب قوي يعني رأى. لو رجعنا شويه من اول الكره كانت مع اكرم توفيق، هو خدها فعلا من ناحيه اليمين ودخل يعني بالنسبه لمرموش بقى من ناحيه الشمال وقطم ووسع لنفسه، والاهم ان هو عكس جسمه تماما وحط رجله بمنتهى القوه. الاهم من ده كله كابتن، كل حضرتك بتقول عليه مليون في الميه زي ما قلنا عليه صح، التحرك بتاعه بدون كوره من فوق لتحت عشان يوسع لنفسه، بقى عنده المساحه والزمن اللي يسمحوا له ان هو يتحرك ويسدد على المرمى. هو لما نزل لتحت خلاص خرج عن نطاق الرقابه اللصيقه بالنسبه له، صحيح، وتحرك وسدد بالشكل اللي احنا شفناه ده. ممتاز. فالكلام اللي هو قاله اللي هو عمله ده بيقول ان الولد ده عنده حاجات كتير جدا في المستقبل كمان هتطلع.